اليوم درسنا يا أطفال الصغار عن الأشكال الهندسية. من يخبرني ما اسم الشكل الأول؟ أحسنتم، إنه المثلث. هيا لنعد عدد الأضلاع وعدد الرؤوس معا. إذن 1، 2، 3 للمثلث 3 أضلاع، للمثلث 3 أضلاع. لنعد الرؤوس 1، 2، 3. إذن للمثلث 3 رؤوس، للمثلث 3 أضلاع و3 رؤوس. من يخبرني ما اسم الشكل الثاني؟ أحسنتم، إنه المستطيل. إنه المستطيل. لنعد الأضلاع 1، 2، 3، 4. إذن للمستطيل 4 أضلاع، للمستطيل 4 أضلاع. لنعد الرؤوس 1، 2، 3، 4. إذن للمستطيل 4 رؤوس و4 أضلاع. الشكل الثالث هو المربع. المربع له، هيا لنعد الأضلاع لنعرف كم ضلعا له. 1، 2، 3، 4. 4 أضلاع. لنعد الرؤوس 1، 2، 3، 4. إذن له 4 أضلاع و4 رؤوس. لماذا أنت حزينة يا دائرة؟ لماذا أنت تبكين؟ حزينة لأنه ليس لها لا أضلع ولا رؤوس. لا تحزني، فأنت مميزة. الشكل الوحيد الذي ليس له أضلع ولا رؤوس، أنت مميزة يا دائرة، لا أضلع ولا رؤوس. وصلتنا ملاحظة مكتوبة بالمربع الأصفر أن عدد الأضلاع يساوي عدد الرؤوس، فللمثلث 3 أضلاع و3 رؤوس، وللمستطيل 4 أضلاع و4 رؤوس، والمربع 4 أضلاع و4 رؤوس. أما الدائرة لا أضلع ولا رؤوس. سوف يأتي الآن مجسم جميل. من يعرف هذا المجسم؟ إنه المخروط. أحسنتم، المخروط نراه في قبعات أعياد الميلاد وبسكويت البوذا. شكلها مخروطي، يم. للمخروط وجه واحد، انظر، وجه واحد دائري، ها هو باللون الأخضر، ورأس واحد، وجه دائري واحد ورأس واحد. إذن وجه دائري واحد ورأس واحد للمخروط. المخروط له رأس واحد ووجه دائري واحد. انظر إلى شكل قبعة أعياد الميلاد، إن شكلها مخروط. إنها مخروط، وشكل البسكويت للبوذا أيضا مخروط. ها هو مجسم جديد.
أن عدد الأضلاع يساوي عدد الرؤوس، فللمثلث 3 أضلاع وثلاثة رؤوس، وللمستطيل 4 أضلاع وأربعة رؤوس، والمربع 4 أضلاع وأربعة رؤوس، أما الدائرة لا أضلع ولا رؤوس. سوف يأتي الآن مجسم جميل. من يعرف هذا المجسم؟ إنه المخروط. أحسنتم، المخروط نراه في قبعات أعياد الميلاد وبسكويت البوضة، شكله مخروطيم. للمخروط وجه واحد، انظر، وجه واحد دائري، ها هو باللون الأخضر، ورأس واحد، وجه دائري واحد ورأس واحد. إذن وجه دائري واحد ورأس واحد للمخروط. المخروط له رأس واحد ووجه دائري واحد. انظر إلى شكل قبعة أعياد الميلاد. إن لدينا مجسم جديد، إننا ننتظر ظهوره، إنه الأسطوانة. أهلا وسهلا بك يا أسطوانة. الأسطوانة مجسم هندسي يتكون من وجهان دائريان، ولا يوجد لها أحرف ولا رؤوس. الأسطوانة تتكون من وجهان دائريان، ليس لها أحرف ولا رؤوس. وجهان دائريان، ها هما باللون الأزرق، وجهان دائريان. مثل البطارية وعلبة العطر، شكلهما مثل الأسطوانة تماما، البطارية وعلبة العطر. ننتظر ضيفا جديد جميع الأطفال يحبونه، إنه مجسم الكرة. إنه مجسم الكرة. الكرة مجسم ليس له أحرف ولا أضلع ولا رؤوس. الكرة مجسم ليس له أحرف ولا أضلع ولا رؤوس. الكرة مجسم ليس له أحرف ولا أضلع ولا رؤوس. إني أرى حمامة محلقة في السماء، إنها تحمل رسالة. ها قد وصلت الحمامة، إنها تحمل رسالة. من يقرأ لي هذه الرسالة؟ من يقرأ؟ الرسالة تقول: ما الفرق بين الشكل الهندسي والمجسم الهندسي؟ ما الفرق بين الشكل الهندسي والمجسم الهندسي؟ الشكل الهندسي يمكن رسمه ويتكون من أضلاع ورؤوس مثل المثلث والمربع، أما المجسم هو عبارة عن مجموعة من الأشكال.